أحد المصلين قابل طالب علم بعد الصلاة، قابله في الشارع وقال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال فلان أنت طالب علم؟ قال نعم أنا طالب علم في كلية الشريعة وعندي بطاقة. قال بس يا ولدي والله ما يظهر عليك أثر طلب العلم. قال لماذا؟ قال ما أشوفك في الصف الأول، أفتقدك في الصف الأول. كيف طالب علم وما تكون في الصف الأول؟ كيف طالب علم تتأخر عن الصلوات؟ كيف طالب علم كذا كذا كذا؟ إذن لابد أن طالب العلم يظهر عليه ماذا؟ أثر طلب العلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. قال هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، يعني العلم يتصل ينادي من؟ ينادي العمل. فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد نعمل، تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لابد أن نتعلم أولا ثم نعمل ثم ندعو ونصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم. إذا هذا سبب التأليف، أنه أراد أن يعلم الطلاب آداب أو حلية طالب العلم. نعم.